مساء الخير مشاهدينا حول العالم، أهلا بكم وحلقة جديدة مع حوار مع الآخر. ضيفتنا اليوم هي إعلامية مصرية بدأت حياتها الإعلامية كصحفية، ولكن من قبل كانت رسامة. هي الآن تعمل مذيعة مشهورة ببلدها، هي مشاكسة ومشاغبة، ولكن سوف نكتشف ذلك من خلال هذه الحلقة. مساء الخير دينا. مساء الخير، اهلا وسهلا الاستاذه دينا عبد الرحمن، شرفتينا كثير. شرف لي، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا فيكي دينا. بالاول كيف بتحب تعرفي نفسك للجمهور حول العالم وبالذات لالمانيا؟ بعرف نفسي باني اعلاميه مصريه، عملت بالصحافه وبعمل حاليا بالتلفزيون. بالاساس كنت فنانه تشكيليه، رسمت واستمتعت ودرست، دي كانت دراستي، ومنها انتقلت الى عالم الصحافه وهي متعتي الحقيقه، و بجد نفسي دلوقتي بأدي المهمة دي ومستمتعة بمهنتي الحالية كمقدمة برامج. أستاذة دينا، من وقت ما جينا على القاهرة هون ونحن بنلاحظ شيء كتير ظاهر على المواطنين المصريين بالذات، عم بنلاحظ إن المواطن مهموم لدرجة كبيرة ومنهك ومتعب القوى وخائر الفكر، خالية من أي تحديد أو رؤية مستقبلية لنفسه ولأسرته. لماذا هذه النظرة الآن بعيون المصريين يعني الموجودين هلأ؟ الوضع الآن به الكثير من الارتباك. أوكي؟ في عدم تصنفيه على أنه ارتباك. بارتباك يعني هناك مثلا الارتباك هذا نابع من الحاله السياسيه، انطبع على السياسية. المواطن بالضبط، الحاله السياسيه، الحياه السياسيه ادت خاصه ان الناس النهارده كلها، كل الناس بتتكلم سياسه. إيه؟ اطفال بيتكلموا سياسه، شباب بيتكلموا سياسه، الكبار بيتكلموا سياسه. انا لما جيت وقبل ما ادخل معاكي على الهواء كنا بنتكلم سياسه. الحياه كلها سياسه النهارده، لانه الناس مهمومين بمستقبل البلد. والحقيقه انه على الرغم من انه البعض قد يحلل ده بشكل سلبي، لكن اراه ايجابي جدا. المواطن بيشعر انه بالفعل مواطن له حق الاختيار، هو مهموم هختار مين، حيث انه البعض من مقاومات الثوره او التغييرات يلي احدثتها الثوره بمصر. بالتاكيد واحده من ايجابيات كثيره جدا للثوره المصريه، ولكن هناك من يقول ان الثوره فشلت. فشلت؟ إيه؟ صعب قوي. من الذي يقول ان الثوره فشلت؟ هناك بعض الاقاويل التي تطرح ان ليست الثوره هي التي تحكم الان. هناك من يحكم بخلاف الثوره وهو داعم للنظام السابق. ما هي مرحلة انتقالية. هل نستطيع أن نقول أن الثورة فشلت؟ أكيد لا، ولكن لم تفشل. ولكن يقولون هنا أنها فترة انتقامية وليست انتقالية. صحيح، صحيح. لها بعض المعالم هذه الانتقالية التي تحولت إلى انتقامية، ولكن هناك يعني نوع من أنواع الحساب الذي يعطى للشارع ورد فعل الشارع. ما أعتقدش أنه في أي قرار قد يؤخذ بغير رضا الشارع. في أشياء كتير جدا الحقيقة، يمكن لأنه بالنهاية علشان تقيمي الحالة المصرية مهم جدا أنك تظلي في مصر ولو لفترة وجيزة تنظميها لتتعرفي على كثير من الأوجه. هناك الكثير من الفعاليات الإيجابية اللي بيقوم بها المصريين. المصريين بدأوا يتجمعوا علشان يعملوا مدارس، علشان يعملوا مستشفيات، علشان ينزلوا القرى ويساعدوا في محو الأمية، علشان يساعدوا بعض، علشان يساهموا في أنه المصابين يسافروا برا، يتوفر ليهم علاج، دعم أهالي الشهداء بعيدا عن السياسة. ولو جينا للسياسة كلنا بنتعلم. أعتقد أنه النهاردة في كثير من الاتجاهات والحركات والأحزاب والجماعات السياسية التي كشفت، ولا أعتقد أنه لو كنا ظللنا لمدة 10 سنوات نتحدث للناس لنفهمهم هذا الوضع لم يكونوا ليتعلموا أو ليفهموا. ولكن هي التجربة، التجربة اللي بناخدها النهاردة بتخلي الناس كلهم عندهم فكرة إيه اللي بيحصل. على ذكر نفس النسق، هناك بعض الأصوات التي تعالت في مصر وتدعو إلى العنف، وبالذات إلى العنف المسلح وإلغاء المعاهدات الدولية. وأنت تعلمين جيدا سدينا أن هناك معاهدات دولية موقعة مع إسرائيل بالذات، وهي الجارة لكم والتي كانت بينكم وبينها حرب.
فما رؤيتك لهذه النقطة بالذات؟ ما أعتقدش أنه في أي من الأصوات. ألا تري أن ذلك يسبب قلاقل بالنسبة للسياحة عموما؟ يعني هل ممكن أن نكون أكثر تحديدا، من الذي دعا إلى إلغاء المعاهدات بين مصر وإسرائيل؟ هناك بعض المرشحين للرئاسة يقولون في مجمل، أنا لا أعلم بالضبط، ولكن هناك أقاويل قالت في البرامج الانتخابية أنهم يدعون إلى إلغاء المعاهدات الدولية للسلام. فما رؤيتك لهذه النقطة؟ يعني من خلال رؤيتي لما هو حادث، أعتقد أنه سيظل الوضع على ما هو عليه. هي اتفاقية سلام موقعة بين حكومتين. نعم. أما هناك مقاطعة شعبية لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لحين إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، لحين عودة اللاجئين والمهاجرين والمبعدين قصرا عن ديارهم. وبالتالي سيظل الوضع على ما هو عليه. هناك اتفاقية ما بين حكومتين، ولكن الشعبين هناك الكثير من الشروط التي يضعها الشعب المصري، وليس فقط مجرد مرشح أو حزب. ولكن بالفترة الماضية وبحكم مبارك كانت هناك هذه الاتفاقيات لها حيثيات من ناحية التنفيذ بالفعل، ولكن هنا أصبحت الثورة المصرية مهددة لأمن إسرائيل. الثورة المصرية لا تهدد أمن أي أحد، وأن أنا أتحدث أنه ما كان أيام مبارك وكان وقت ما أبرمت هذه الاتفاقية خلال أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، سيظل الحال سيبقى على ما هو عليه. هناك اتفاقية أبرمت بين حكومتين، وهناك شعب مصري يرفض إقامة علاقات حقيقية إلا بشروط، والشروط هي إعطاء كل ذي حق حقه. دعيني أطرح عليك بعض ما قالته وسائل الأعلام الإسرائيلية عن هذا الموضوع بالذات. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسرائيلية أن هيئة مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدرت بيانا خاصا صباح السبت، حثت فيه جميع الإسرائيليين المتواجدين في سيناء على مغادرة المنطقة فورا والعودة إلى البلاد. ما تعليقك؟ وهذه هي سياحة رائجة هناك في سيناء. يعني جئت هنا لا أتحدث عن مصر والسياحة في مصر، لا أتحدث عن هنا للسياحة، لا أتحدث عن الشأن الإسرائيلي الخاص. هناك آخرون من الممكن أن يتحدثوا عن الشؤون والشؤون الإسرائيلية ويعلقوا على ما يقوله أي من رجال الكنيست أو الحكومة أو، ولكن أعتقد أنه لست أنا من يعلق على مثل هذه الأمور. إذن مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونواصل حوارنا مع ضيفتنا الكريمة السيدة دينا عبد الرحمن بعد هذا الفاصل. سيد دينا، أنا كتير يعني مندهشة كتير من ردودك. ليش أطمت السؤال هلأ بالإجابة عن ما قالته وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ يعني زي ما قلت بالضبط، أنا جئت هنا لا أتحدث عن، ولكن هم سياح موجودين بسيناء وبيمارسوا كتير جئت لا أتحدث. ليش ما بتتعاملوا مع أن أنتوا جارتين ولساتكن في أوضاع متحسسة بينكم؟ هذا ما قلت أيضا وأؤكد أنه أن يكون هناك سلام وقبول، هناك شروط. هل هناك اعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ولكن أنت لم تري الجانب الآخر الإسرائيلي، كيف يعامل عرب إسرائيل الآن؟ ولماذا أنت مهتمة يعني بهذا الشكل بالدفاع أو تمثيل الجانب الإسرائيلي؟ أنا لست ممثلة للجانب الإسرائيلي هنا، ولكن أطرح المواضيع لأني أرى هناك تحسس شديد. هذا فقط طبيعي. ما طبيعي، تحسس شديد، هناك دم. نحن في ثورتنا المصرية نطالب بمحاكمة من قتلوا الثوار في ميدان التحرير، ونطالب بمحاكمة أيضا من قتلوا أسرانا في 67، ومن قتلوا أبطالنا وشهدائنا في 73، ونطالب بمن قتلوا شهدائنا في 56، ونطالب بمحاكمة من قتلوا أبطالنا الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن قتلوا أطفالنا في مدرسة بحر البقر. يعني هذا طبيعي ومفهوم لمن يقرأ ويعرف تفاصيل العلاقات العربية الإسرائيلية أو المصرية الإسرائيلية. نعم. شو بقى لنا على الهواء؟ مش ناويين تجيبوا لنا شوية هواء؟ لا دقيقة، صدينا ونكون على الهواء مرة تانية. أوكي.
دي أول زيارة ليكي لمصر؟ هذه الزيارة الثانية. الثانية لإلي. أي أماكن زرتيها؟ زرت سيناء. سيناء؟ أول شيء زرته شرم الشيخ. شرم الشيخ، أوكي. هذه كانت كتير منطقة رائعة. بقي قديش؟ الجزء الثاني بيكون مدته 15 دقيقة بالضبط. بالضبط مثل الجزء يلي فات. احنا ما رح نطول عليك وما رح نأخرك على شيء. وبنعتذر على الأعطال يلي صار. لا اتس اوكي، مفيش مشكلة. اهلا فيكم مشاهدينا مرة تانية، وبنرجع مرة تانية مع الأستاذة دينا عبد الرحمن الإعلامية المصرية معنا هون من القاهرة. اهلا فيكي. اهلا بيكي. اهلا فيكي. ست دينا، خلينا نفوت بسؤال موجود هلا. بيقولوا ان ست دينا عبد الرحمن كإعلامية عم تتحكم بالسياسة التحريرية وبتتدخل بالسياسات الموجودة بالبرامج تبعها، وهذا شيء كتير مزعج ومقلق يلي بيشتغلوا معها. على الإطلاق، يعني مع احترامي يعني لمن يقول هذا الكلام، بس بالتأكيد اللي بيقول ما هو فاهم تفاصيل عملي مع فريقي. بفريق البرنامج صباح دريم، لو كانوا متضايقين من طريقة الشغل معي ما كانوا يعني تركوا المكان والقناة وفرصة استمرارهم واستقرارهم بالعمل تضامنا معي. وليش عم يحكوا عنك انك مشاغبة كتير؟ دعيني بس يعني ننتهي من نقطة نقطة بعد إذن حضرتك. فدي بالنقطة الأولى، وفيما بعد انتقلوا معي للتجربة الثانية. طريقة عملنا إحنا بنشتغل as a teamwork، فريق عمل، بنعتمد على brainstorming، بنتشارك بكل شيء. قد أطرح فكرة، قد يطرح زميل فكرة، قد تطرح زميلة فكرة، قد أتنازل عن فكرتي لأنه الفكرة هذه أفضل. وبالعكس صحيح، يعني هو شراكة. صعب أنه أكون يعني ما بحب هذا الدور، أنه مجرد أداة لتوصيل فكر آخرين. بيكون مهم أنه أكون جزء من كل، جزء من فريق عمل بنعمل بفكر واحد وبنطرح أسئلة ونناقش موضوعات ونصل إلى إجابات مع المشاهدين. ولكن ما في استحواذ أو استئثار بالرأي من جانبك؟ مش حاصل. ما كانش كل زمايلي، الحمد لله ما زلنا مع بعض حتى الآن، نحن فريق واحد. تعتبري هذه إشاعات أو أقاويل فقط؟ يعني بعتبرها زي أشياء كثيرة موجودة بالحياة، يعني هناك الكثير من الكلام والكثير من اللغط، لا ألقي لها الكثير من الاهتمام. هذه سمة الناس الناجحين، ولكن دعيني أرجع إلى الوضع السياحي هون بمصر. هناك أشياء كثير تلخبطت وتخربطت هلأ بالنسبة للوضع السياحي بمصر ما بعد الثورة. كيف بتعلقي على هالشي؟ وكيف بتشوفي ان مصر بلد سياحية بالاول؟ قبل ما نتكلم على البلد السياحي بلقطة هنا دلوقتي، هذا اتصال بالساتلايت ببعض احد المحللين السياسيين، ولكن هو يعني لم يثبت بعد. ولكن دعينا الاول بس نكفي هالسؤال. لا من اي جهة هذا المحلل السياسي؟ لساتهم ما ذكروا لي هالمحلل. انا رايته بالتاكيد، بتعرفي جنسيته او بلده اللي بينتمي اليها. اذا فينا نطلع لفاصل ونرجع بنكمل مع الاستاذه دينا مره ثانيه. هذا المحلل من واشنطن، ولكن لساتهم ما ذكروا لي اي شيء عنه. من واشنطن؟ من واشنطن. واسمه ايه؟ ليش ديفيد شو؟ شمعون. ديفيد مردخاي؟ مردخاي. اوكي، ديفيد مردخاي. اوكي. في أي مشكل؟ علشان ده داخل بالفقرة. إيه رح يوجه رسالة لإلك. لإلي؟ إيه. ما اتفقنا إنه بيكون في ولكن أي ضمن حوارنا عن السياحة ولا هل الإشي؟ هل السياحة تحتاج إلى أوكي. إيه، إحنا رح نطلع على الهواء.
نرجع مرة ثانية مع الأستاذة دينا وبنكمل أسئلتنا عن السياحة هون. أنت كيف بتشوفي مصر كدولة سياحية ما بعد الثورة؟ قبل ما أكمل في أي تلقي أسئلة أو الإجابة على أي أسئلة، لمحت هذا المحلل، تقولين أنه محلل استراتيجي، وتحدثتي يعني إن لم تسمحي لي باستكمال جملتي سأترك الاستوديو فورا. تفضل. فلمحت السيد شمعون مردخاي، هو ولا أعرف ما علاقة هذا بموضوعنا. جيت له أتحدث عن مصر ومستقبل مصر ما بعد الثورة والسياحة في مصر ما بعد الثورة وتوجيه رسالة إلى المصريين بالخارج، وفقط، وهذا لدعم السياحة في بلدي. هذا حقيقي. غير مستعدة لتلقي أي تحاليل سياسية استراتيجية بأي شكل من الأشكال، ولكن لم نتفق على هذه المداخلة بهذه الشكل. بهذا الشكل أعتقد أنه حضرتك إعلامية، من المفترض لك من العلم ومن الدراية بأصول العمل الإعلامي، كان يجب أن تعلميني بكل هذه التفاصيل أو من قاموا على الاتصال بي. ولكن دعينا الأول دعيني أشكرك شكرا جزيلا، وأشكر مشاهديك، وفرصة سعيدة جدا. سأخذ شنطتي. بدنا شغلة بس بالأول. شكرا جزيلا، فرصة أفندم. إيه المشكلة؟ وما في أي مشكلة. حوار. ما ينفعش تسيبي الحوار وتمشي. محتاجة أخرج برا. شكرا. مش ينفع. مش ينفع. ليه؟ علشان إحنا لازم نكمل الحوار. بينفع. بالأول. بينفع. مش ينفع تخرجي بالطريقة دي. اقعدي نكمله بعد كده نخرج. أنا خلصي الحوار. أنت على الهواء. أنا اللي أقرر إيه ينفع وإيه مش. أنت وافقتي تيجي عندي في القناة لازم تقعدي تكملي. مين أنت؟ انا الماسك المكان هنا اللي هو وانتي وافقتي. اسم حضرتك ايه؟ انا بعيدا عن اسمي. لا المهم اعرف انتي اسم. انتي اسمي يفرق معاكي ولا الحوار؟ اسمع اسم حضرتك ايه يا سيد دينا؟ اسمي ميشيل. ميشيل وظيفتك ايه سيد ميشيل؟ انتي ليش محتاجه؟ انا رئيس القناة دي. اي قناة اللي حضرتك موجودة فيها؟ حضرتك عمالة بتسأليني اسئلة انا مش جاي هنا احاورك، هي اللي بتحاورك. اقعدي كملي معاها افندم. هي اللي بتكلمك وانت قلت سبتيها. صدقيني ان في مشكل تخرج. اذا قلنا لك ان هالقناه هي قناه انت ممكن تقعدي وتكلميني. بالتاكيد. ليش المشكل؟ ليش عم تحتدوا كل ما بنقرب منكم؟ ليش نقرب منكم؟ ايه من انتم؟ هو صوت صوت الاستاذ بن زايره. من انتم؟ انت يعني ليش سيدة ليش دينا بدك تدخلي؟ انت تعرفي زعيرة. انت تعرفي من ممكن تردي علي؟ ثواني ثواني انا بتكلم. بن زايره ممكن. انا حاسه ان في كوميديا بتحصل. انت تعرفي مين سيد بن زعيره؟ لا ما بعرف سيد بن زعيره. المفروض لما يجي لك ضيف تقعدي تتكلمي معاه. المفروض تقوله للاستاذه اللي بتشتغل معاك، ما تقوليش انا. المفروض انا اتكلمت معاكي. بعد اذن حضرتك تيجي يمين او شمال. مش هتخرجي. لا هخرج. لازم نكمل الحوار. لا مش هنكمل الحوار بعد اذن حضرتك. ليش ما بدك تكمل الحوار يا سدينا؟ يا سدينا انت بتعرفي ان هذه الشغلات ما بتصير هيك. اي شغلات؟ اي شغلات؟ اي شغلات؟ طب انا ممكن اعرض عليك شيء. ما اتفقنا على هذه التفاصيل والوضع مريب وغريب واستكفيت. ممكن نقعد ونتكلم في ممكن أخرج. ممكن استوب الهوا. اقعدي او احنا على الهوا. ممكن اخرج بره؟ ما هو جوه البلاتون اتكلم. شكرا جزيلا. مش انت قمت تتكلمي معايا بعد؟ لا انا ما قمتش اتكلم معاك، انا قمت عشان اخرج بره. حضرتك واقف في طريقي. استاذه دينا عبد الرحمن انا المسؤول هنا وانا لازم افهم انت ليه مش عايزه تكملي الحوار. ما تزعقش، تعال على جنب وخليني اعرف. ليه مش عايزه تكملي الحوار؟ بامتنع بعد اذن حضرتك. هو السلام اللي احنا بندور عليه. انا لو مديت ايدي للسلام. اهلا وسهلا. عشان تسلمي عليا ممكن تسلمي عليا؟ بعد اذنك. بعد اذنك. ده السلام. بعد اذنك. ده السلام ان اسرائيل بتبحث عنه. اسرائيل؟ ايوه. مين؟ ايه ده؟ احنا هنا جايين علشان نبحث عن السلام. انت من انتم؟ انا مواطن اسرائيلي. اهلا وسهلا. ايه المشكله انك تسلمي عليا؟ السفاره في العماره. لا البلدي هنا. بلدك؟ دي طيب. بلدي انا قاعد في بلدي. يا جماعه انا حاسه ان في كوميديا بتحصل هنا، مش كده ولا ايه؟ كوميديا ليه؟ طيب الحكم بعد المزاوله. احنا ينفع نعمل كوميديا برضه، وينفع لما بنهرج وانا اسف وانا مصري ومفيش اي حاجه وانا راجل مصري وانا مصريه باسم ايمان مبارك. ايمان وانا عمرو علاء. ومش اماندا اللي كلمتك في التليفون. اوكي. هو ممكن يوقع دلوقتي بس احنا عايزينك تقعدي. حيك علينا مره تانية. اتفضلي.
هي عايزه تاخد نفسها يا جماعه. انا حاسه ان في كوميديا بتحصل. لا دي مش كوميديا، ده مقلب قوي شويه. طيب اتفضل. اوكي طيب ممكن هوا. انا بخس فعلا فعلا بخس. طب نشغل التكييف شويه يا جماعه بقى. في تكييف، شغلوا التكييف بقى. سيد بن زايرة. طب ليه ما لحقش يتكلم لسه. ليه طيب؟ اهلا تداعي عيشي ليه طيب؟ تداعي عيشي ليه طيب؟ هو يعني تداعي عيشي سيد بن زايرة؟ لا 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 انا احمد مؤسر. احمد يا الله كده برضه ما لحقتش يا احمد. ما لحقتش ولا ما لحقتش. انت داخل لابس العلم الاسرائيلي يعني. يعني اعمل اكتر من كده. يعني ست اماندا لما كلمتني الحقيقه، ست اماندا كانت لطيفه. ما انا عارفه، ما عرفت فيما بعد ولقيت انه الفكره لطيفه، يعني انه فكره تحميس، وانه المصريين والعرب اللي بالمانيا وبالجاليات الاوروبيه موجودين بالخارج يجوا، الجاليات العربيه الموجوده بالخارج ان هم يجوا يدعموا مصر والسياحه في مصر، فدي حاجه حلوه جدا يعني. فقلت والله واي نوت، انا عاده ما بعملش الحاجات دي، بس قلت كويس نعمل ده. ف الحكايه كانت شكلها لا لا، وهو بس اللي كان مريب شويه الاساتذه المصورين مندمجين جدا 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 وساكتين جدا جدا وما بيتكلموش ابدا ابدا، فواضح قد كده حسيت انه لا في قصه. اوكي ومين بقى المخرج حضراتكم؟ ده مفاجاه يعني. كل سنه وانتم طيبين، ويعني يعود علينا الايام بخير باذن الله، وان شاء الله يكون شهر كله بركه وكله تقوى وكله تواصل وخير باذن الله. وبشكرك ايمان شكرا جزيلا، وبشكر كل الطاقم وبحييكم الحقيقه. لا اساتذه اساتذه. يعني أنا مش لاقي أي كلام أقوله غير إن أنا كان ليا الشرف إن أكون مع الأستاذة دينا عبد الرحمن في حلقة تجمعنا إحنا الاثنين. ويا جماعة أنتوا شفتوا المزاولة، وأنتوا اللي عليكم الحكم، وكل يوم هنجيلكم بمزاولة جديدة وحلقة جديدة، والحكم بعد المزاولة. لا لا لا، على فكرة كلكم الحقيقة يعني شابو، وممثلين محترفين وأساتذة. تخنق تحير، اي نعم احنا شايفين كل الناس وطنية ومشاعرها انسانية، ما هو كله عمال يحور. كفاية فيديوهات عياط ومعارضة تجيب احباط، وكلام محفوظ يتعاد. شوف احنا هنعمل ايه يسموها ايه؟ في الحكم بعد المزاولة، ما بين الدف والدولة، شوف احنا هنعمل ايه؟